بتعتبر نجاح الدبلوماسية المغربية. وقبل ما تكمل الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدير لايك، حيث هذا بمثابة دعم لنا باش نستمروا في نشر المزيد إن شاء الله. وما نساوش أنه سبق 24 دولة أن قامت، ويعكس موقف سورينام دينامية الدعم الذي تحظى به القضية الوطنية والذي عبرت عنه العديد من البلدان عبر العالم، من بينها بلدان منطقة الكاريبي اللي غيرت نش البلد من هذه المنطقة من أصل 14 موقفها الفائدة المغرب بشأن قضية الصحراء المغربية. كما أن هذه المبادرات كتفسر على تعزز بانضمام الرباط إلى الاتحاد الإفريقي 2017. توجه دولي جديد، إن فتحاته الدول لقنصليات بالصحراء يتم وفق القانون الدولي، ويؤكد أن الطرح المغربي لحل النزاع يكتسب دعما دوليا. والمغرب تابع منذ 2016 استراتيجية سياسية ودبلوماسية واقتصادية وتنموية تعمل على إفهام جيد للقضية. كما يمكن تأكيد أنه بعد أزمة فيروس كورونا يوجد توجه دولي لحل النزاعات السياسية بأبعاد اقتصادية وتنموية وليس بأبعاد سياسية. وهذا اللي كنشوفوا بلادنا خدامه في القناة، وتفعل الجرس ودير لايك، حيث هذا بمثابة دعم لنا باش نستمروا في نشر المزيد إن شاء الله.